ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. من امبارح للنهارده في شويه اخبار كده حصلت، اخبار سريعه، فقلت لازم اطلع اتكلم عنها وما اتاخرش عليكم اكتر من كده علشان حتى الاخبار دي ما تقدمش. ويلا بينا نشوف ايه اللي حصل. زي ما قلت لكم امبارح ان الفنانه سلمى ابو ضيف اعلنت حملها، وبعد ما اعلنت حملها الحقيقه في شويه كلام كتير حصل كده ولغط كتير حصل، والكلام ده ضايقها جدا لدرجه ان هي اصدرت بيان وقالت فيه ان هي كل الناس اللي اتكلموا عليها في الموضوع ده هترفع عليهم قواضي. ايه اللي حصل؟ خلوني اقول لكم. اول ما سلمى ابو ضيف اعلنت حملها ظهر في الصوره ان بطنها كبيره شويه، فالكلام انقسم لنوعين. في نوع من الناس قالوا لها ايه اللي انت عاملاه ده، وايه التصوير، جلسه التصوير اللي انت عاملاها دي، وخبي بطنك وشكلك وحش. يعني نقدر نقول ان الكلام راح في سكة التنمر وده ضايقها جدا. في نوع تاني من الناس، هي سلمى ما تكلمتش عنه بس ده كان موجود في الكومنتس عندها، كانوا بيتكلموا انه هي ازاي في حامل في الثالث وعرفت نوع الجنين وبطنها كبيرة بالشكل ده، فده طبعا كان خد في الاعراض. هي ما ردتش على الموضوع ده، ولكن هي ردت على الجزء التاني، الناس اللي كانوا بيتنمروا على شكل بطنها، وقالت لهم ان انا أصدرت بيان قالت فيه أنا طول الوقت كان الناس بيتنمروا على شكل جسمي وما كنتش بتكلم من ساعة ما بدأت لحد النهاردة، ولكن بعد ما نزلت صور حملي اللي هو الفوتوشوت اللي عملتها في باريس الناس بيتنمروا على شكل بطني، فأنا المرة دي مش هسكت، وأي حد اتكلم عني بسوء أنا هرفع عليه قضية وهنتقابل في المحكمة. طبعا من وقت ما نزلت البيان ده لحد دلوقتي والناس كلها بتتكلم عن اللي هي قالته واللي سلمى عملته وشفت ايه اللي حصل، ولكن في حاجة تانية كمان سلمى اتصدرت الترند بيها، خلوني اوريها لكم. بعيدا عن شكل وحجم بطنها والتنمر اللي اتعرضت له، سلمى اول ما اعلنت حملها كتبت ان هي في يوم 19 سبتمبر كتبت لبنتها جواب هي وجوزها علشان يقولوا لها قد ايه هم مبسوطين بيها، يعني مشاعر امومه وابوه بثتها في بوست كده، ولكن كان في بعض الكلام اللي تعرضت للتنمر بسببه برضو، زي الجمله اللي هنا انت عارفه ان روحك فيها من روح ربنا، روح ربنا نقية، لازم تعرفي ان روحك كمان نقية، كلام من ده. ففي ناس كتير جدا تناولت ده على نطاق واسع وقعد يقولوا يعني ده كلام ما ينفعش يتقال، وليه لازم نتفزلك واحنا بنعلن الحمل، ما نفرح عادي ونقول ان احنا حامل من غير ما نحط تاتش كده في سنة الحاد. ده كان كلام الناس، البوستس موجودة كلها، فده كان نوع تاني من التنمر اللي تعرضت له سلمى، وطبعا احنا ضد التنمر ايا كان شكله ونوعه وكل انواعه يعني. بس وده كان مختصر اللي حصل في قصة سلمى أبو ضيف. من حوالي أسبوع وشوية عملت فيديو كنت بتساءل فيه سؤال مهم، وكنت بقول إن هل ياسمين صبري أخدت دور مي عز الدين في مسلسل الأميرة؟ الفكرة كلها إن تناقلت بعض الصحف إن مسلسل الأميرة في السنة دي في 2024 في شهر يناير لمي عز الدين، وإن مي عز الدين هتعمله مع المخرج إبراهيم فخر ومع الكاتب الكبير محمد سيد بشير، وبعد كده المشروع ده سكت ومحدش اتكلم عنه. فجأة اكتشفنا ان ياسمين صبري بتعمل مسلسل الأميرة مع الكاتب محمد سيد بشير والمخرج إبراهيم فخر، فأنا طلعت وتساءلت هل المسلسل اتاخد من مي عز الدين وبعد فترة راح لياسمين صبري، وهل ده كان سبب ان هما فجأة بقوا عاملين لبعض فولو وبيعملوا لبعض لايكس والعلاقة بينهم بقت كويسة، ان ممكن تكون ياسمين كلمت مي استأذنتها ان انا هاخد المسلسل بتاعك. المهم ان الرد جالي، وجالي من المؤلف محمد سيد بشير. حسب رسالة الكاتب الكبير محمد سيد بشير اللي بعتها لي، ان هو بيقول ان معلومات ان المسلسل كان لمي دي معلومات اجتهادات صحفية ليس لها اساس من الصحة، وان هو ما صرحش بده ولا مي صرحت بده، وقال كمان ان المسلسل ما تغيرش اسمه. المسلسل قيل في بعض المواقع انه اسمه الأميرة وتحول لظل الحيطة، هو قال ان المسلسل اسمه الأميرة ظل الحيطة وانه ما تغيرش واسمه كده، المسلسل كله على بعضه اسمه كده. فطبعا انا بشكره على التوضيح وحبيت اوضح لكم رسالته. في هذه الصورة بنشوف الفنانة اللي كلنا بنحبها، الفنانة القديرة نيلي، وهي بتتكرم من مهرجان الإسكندرية. خليني اوريكم لقطات لنيلي في المهرجان. طبعا المهرجان ما كرمش نيلي لوحدها، وكرم معاها الفنان لطفي لبيب، ولكن وجود نيلي اسعدني قوي. انا بحب نيلي جدا وبحب اشوفها، وربنا يديها الصحه والعافيه. واعتقد الاجيال القديمه بقى، انا ما حضرتش نيلي في الفوازير وما شفتش الفوازير، بس ممكن اكون شفت كده واحده مثلا حلقه او حاجه على ماسبيرو زمان،
بس يعني ما حضرتش ده، ومع ذلك انا بحب نيلي جدا وبعتبرها ايقونه من ايقونات مصر والوطن العربي كله. فيا نيلي احنا مبسوطين جدا ان احنا شفناكي وربنا يديلك الصحه. شارك الفنان اللبناني معين شريف فيديو حزين جدا وهو واقف على انقاض بيته اللي اتهدم في الحرب في جنوب لبنان. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، مهم انه اولادنا طلعوا بخير، نشكر الله. كنا معودين نقول فدا سلاحت السيد، هلا فدا روح سلاحت السيد. بنقول لكم انه مثل ما انتم شايفين احنا اول ناس جينا بعد القصف، لا عندنا هون معامل، لا عندنا نحن هون سلاح، لا عندنا شيء من اللي عم يفتش عليه هذا العدو المجرم الارهابي. نحن عندنا بس بيوت نسكن فيها اولادنا لنعلمهم بالشتي. اجى فش خلقه فينا بس لقى حاله ضعيف بالميدان هونيك، ما عاد يواجه بالميدان، اجى يواجه العزل والابرياء والفنانين. على كل الاحوال حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسابكم مع رجال الله بالميدان مش معنا نحن. شيء مؤسف ومحزن، وبنسأل السلامة لإخواتنا في لبنان وإخواتنا في كل الوطن العربي، علشان هي ما بقتش دولة أو اتنين اللي بيتعرضوا للكلام ده كله. إحنا بنسأل ربنا السلامة لكل إخواتنا في كل الوطن العربي. الفنان عمرو دياب أعلن اعتزاله الغنى في الأفراح. طبعاً ده قرار صائب جداً بعد اللي حصل في الفرح اللي كان فيه المصفوع من عمرو دياب، وبعد مشاكل الأفراح التانية اللي حصلت له مع مهندس الصوت، حاجات كتير قوي. فالناس ابتدت تطالبه انه يرجع زي زمان، ما يكونش متواجد بالكثره كده. عمرو دياب كان حاجه نادره جدا زمان، دلوقتي الناس بتشوفه في الساحل، بتشوفه في الافراح، فابتدى يحصل مشاكل كتير. فهو اعلن في الفرح ده، واللي كان فرح ابناء يعني احد ابناء رجل اعمال مصري، ان المره دي هي اخر مره هيغني في الافراح، وانه جه بس علشان رجل الاعمال ده صديق عزيز على قلبه. لا، لو هنتناقش بجد، القرار صائب جدا. يعني عمرو دياب فعلا زمان ما كانش حد بيعرف عنه حاجه، ما بنشوفوش في برامج. هو دلوقتي بقى لقاءاته مع البرامج مش اللي هو متواجد انترفيو، لا هو بقى بيعمل مع برامج مداخلات كده سريعة كتير، بيظهر في أفراح كتير، بيحصل مشاكل أكتر، بيظهر في الساحل الشمالي مع كل الناس، بيكون رايح مش عارف التويلت فناس تمشي وراه فيصوروه فيقول لهم انتهبل يا ابني، فيحصل بقى فيه لغط كتير قوي ومشاكل بتحصل له. فده قرار صائب جدا، وياريت يقلل من ظهوره علشان يرجع زي زمان العملة النادرة. المذيع العراقي نزار الفارس راح لوكيشن تصوير مسلسل إش إش بطولة مي عمر والأستاذ ماجد المصري. كنت أقول ماجد المهندس مش عارفة ليه. المهم ماجد المصري زي ما انتوا شايفين كده طالع بدور معلم، ودي شكل شخصيته، شخصيته بدون شعر، وحسب ما انا عرفت ان هو يكون بيجري ورا مي عمر، ومي عمر مش موافقه عليه، فتحصل بقى شد وجذب بين المعلم والبنت اللي اكيد هتبقى بنت شعبيه. ده توقعي يعني، بس طبعا انا ما اعرفش، ما عنديش معلومه مؤكده، ولكن انا عرفت ان هو هيكون بيجري وراها في احداث المسلسل. حسب تصريح احد الافراد اللي بيشتغلوا في مسلسل هنا الزاهد اللي المفروض ان هو هيتعرض في رمضان 2025، ان بنسبه 90% المسلسل مش هيتعرض في رمضان، وهيأجلوا عرضه لما بعد رمضان. المسلسل ده كان من المسلسلات المنتظرة جدا، لان هنا اعلنت عنه كتير، اتكلمت عنه كتير، كان يعني مسلسل واضح جدا ان هو قوي ومغيرة فيه جلدها، ولكن للأسف المسلسل ممكن ما يتعرضش في سيزن رمضان. تختلف او تتفق مع موضوع سيزن رمضان الا ان هو 50% 50%، يعني المسلسلات اللي بتتشاف برا رمضان بتتشاف وتسمع جدا زي مسلسل عمر افندي. تيجي تشوف المسلسلات اللي بتتشاف في رمضان بتتشاف وتسمع جدا زي مسلسلات كتير، ولكن في بعض المسلسلات اللي للأسف بتتظلم في رمضان. فمسلسلات السوبر ستارز بتتشاف كويس قوي، عشان في ناس بتبقى قاعدة تتفرج عليها عشان تقول رأيها، في ناس عايزة تهاجم، هو بيبقى سوبر ستار وانت بتتابعه. لكن في مسلسلات تانية بتتظلم للأسف، ومع انك لو شفتها بعد رمضان بتلاقيها كويسة جدا، بس محدش شافها في السيزن. يوم الاربعاء 16 اكتوبر الساعة 10 بالليل ده معاد عرض برنامج Arabs Got Talent في شكله الجديد. يا ترى انطباعكم عن المسلسل، عن البرنامج، هل متحمسين وشايفين انه هيبقى مختلف خصوصا مع وجود باسم يوسف؟ انا بالنسبة لي هو هيكون اضافة قوية جدا بدمه الخفيف للبرنامج. وإلى هنا انتهت النشرة الفنية السريعة. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. وعلى فكرة أنا عندي لكم مفاجأة يوم الجمعة، هقول لكم يوم الجمعة الصبح.